بسم الله الرحمن الرحيم. الأساتذة الأفاضل، الحضور الكريم، الضيوف الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا يخفى على أحد أنه منذ احتلال العراق والبلد يعيش واقعا مريرا وفوضى عارمة أتت على مؤسسات الدولة وأركانها، واليوم حقيقة نحاول إلقاء الضوء على جانب من انعكاسات هذا الواقع على السلطة القضائية في العراق وتداعيات ذلك على ما يجري في أروقة المحاكم وقاعات المرافعات من خلال دراسة ميدانية لبعض الحالات وبعض الممارسات التي تم رصدها، وللحديث بشأن هذا الموضوع يسرنا أن نستضيف الدكتور سليمان الناصري الأكاديمي والمتخصص في القانون للحديث عن هذا الموضوع من الجانب القانوني، وكذلك الأستاذ عبد الكريم الشريدة رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان ومناهضة التعذيب للحديث عن شهاداته وإفادات الشهود الذين التقاهم. ويسرنا الآن أن نرحب بالأستاذ مرة ثانية، وإن شاء الله يتفضل مشكورا في الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أشكر الهيئة وأشكر حضراتكم لحضوركم هذا اللقاء المحاكمات. و فيما يتعلق بالمحاكمات أستميحكم عذرا أنه أريد أربأ بنفسي وأكون دقيق وحساس جدا في ذكر مصطلحات تنتفي موجودة هي جوهر حياتنا اليومية، بس أنا ما أريد أستخدمها وأقول هذا من مكون كذا وهذا من مكون كذا، لأنه هاي متودي بينا إلى بناء بلد، وهذه بالعكس راح تؤدي بينا إلى أنه أشتمك وتشتمني، والنهاية إحنا الخسرانين. ولهذا السبب أنا أميل إلى أنه نكون كعراقيين نتكلم عن يعني وضعنا كعراقي، ما هي الخروقات التي تقع في هذه المسألة. لما نجي إلى القسم الثاني اللي نتكلم به عن المحاكمات، الإحصائيات تقدم لنا أشياء مرعبة وبنفس الوقت مبالغ بها وقد لا تكون دقيقة. فإحنا كرجال علم ورجال قانون يجب أن نختار ما هو يعني دقيق، أما ما هو يعني ما واضح وإعلام وما شاكل ذلك ما يجوز الحديث به. وبنفس الوقت هناك ملاحظة جدا مهمة، أنه يجب أن نضع السبب يعني جوهر المسألة هو السبب، أنه من أين جاءت هذه الخروقات. طبعا حتى نتكلم بوضوح، احنا في مجلس تقضي الأمانة العلمية ان نتكلم بصدق، انه هي اللعبة السياسية التي ارادها المحتل، وضعت الشعب في كفة والمقاومة في كفة، والشعب قسمته الى اجزاء والسلطة قسمتها الى اجزاء، والقت هنا مسمى داعش وهناك مسمى مقاومة وهنا مسمى سلطة وهنا مسمى. فعندما تقع الخروقات السبب ما هو؟ فإنما نجي إلى الأسباب راح نشوف أنه ما ترتكب الحكومة من خروقات على طول تبرر في أنه داعش سوت كذا وداعش سوت كذا، وليس المواطن الذي له الحق في الأمن والحرية والحياة وتقرير المصير وإلى آخره، هو هذا المواطن صاحب الحق الأساسي أو الجوهري
في أن يعيش بأمن واستقرار، وإذا هذا المواطن أغمض حقه ونحط على صفحة وظهر أمام الواقع بسبب هذه المسميات أشياء جديدة. عندما نرجع إلى يعني المحاكمات والممارسات اللي تصير بهذا الشأن، راح نشوف أنه ممكن أنه قسم الموضوع إلى موقوفين وسجناء، وممكن أن نقسم الموضوع إلى أشخاص نفذ بهم حكم الإعدام. لما نجي إلى السجناء، القواعد العامة تقضي أنه كموقوف أو سجين يجب أن ما تأخذه كيفما كان. هناك قاعدة عامة وضعت في الإعلان، ووضعت في العهد الدولي، ووضعت في الدساتير، ووضعت في القوانين، لأنه إحنا عندنا كالهرم كالهرم لقواعد القانون. عندنا بالدرجة الأولى الدستور بالداخل الوطن، ثم بعد إذن قوانين أقل من الدستور ارتكازية أدنى، ثم بعد إذن لوائح وتعليمات. وبعدين إذا أخذنا النظام العالمي ككل، فيعرفون جماعة الدولي رجال القانون أنه قواعد القانون الدولي تسمو على قواعد القانون الداخلي. فمعناه أنه القانون ما يأتي من قاعدة قانونية دولية هو أعلى مما موجود في قاعدة قانونية وطنية. فإذا لما نجي إلى هذه القواعد، راح نشوف أنه الإعلان العالمي والعهد الدولي نقلت إلى الدساتير الوطنية، وأنه أصبحت في كل دولة يجب أن تكون هناك أصول محاكمات جزائية تحط في قانونها قانون العقوبات، تقسمه قسمين، قانون للعقوبات وقانون للمحاكمات، وتضع هذه القواعد الحلوة اللي موجودة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتقول أنه لكل إنسان كما وردت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكما وردت في العهد الدولي، لكل إنسان الحق في محاكمة نزيهة مستقلة وحيادية. وضعت لنا الخطوط العريضة للمحاكمة، فقد تكون كل العالم كل بأعلى مستوياته وخبراء القانونيين وجهة بثة متفقين على أنه المحاكمة يجب أن تقع بشروط معينة، ألا وهي الاستقلال والنزاهة. الاستقلال نعني بها أنه المحكمة مستقلة طبقا لقواعد تقسيم يعني السلطة التشريعية عن التنفيذية، عن تقسيم السلطات الثلاث المعروف عندنا كرجال قانون، إذا سلطة تنفيذية، سلطة تشريعية، سلطة قضائية. فمعناه أنه السلطة القضائية مستقلة تمام الاستقلال عن السلطة التنفيذية. لعل من مفارقات الصدف الحلوة أنه قبل شهر حضرت رسالة مناقشة دكتوراه في جامعة عين شمس، وكان الطالب سعيد جداً بالمناقشة ورفع العلم الكردي ووضع العلم كوشاح على صدره عندما أراد أن يناقش رسالة الدكتوراه، فرفضت اللجنة، رفضت اللجنة مناقشته، وقالت إحنا هذا ما نقبله نهائيا. إحنا عندنا كجامعة ممثل داخل الجامعة العراق، نعرف العراق، بس هذا العلم ما نعرفه، ولذلك رفضته، وقالت لا أصلا ما نبتدئ بالمناقشة. حاولوا الضغط على اللجنة، مثل جدا بسيط. إذا استقلال السلطات الثلاث مبدأ عفوا الزمن عنه، يعني مبدأ بديهي ما يقبل أي نقاش أنه السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التنفيذية، مستقلة عن السلطة التشريعية. وبنفس الوقت قرار مشابه صدر من المحكمة أيضا بمسألة معينة، وما تأثر القاضي بوجهة نظر
السلطة التنفيذية. مع الأسف الشديد عندنا بالعراق أخواني الأمر مختلف تماما، يعني السلطة القضائية تخضع بشكل عام ومطلق إلى إرادة السلطة التنفيذية. طبعا راح أتكلم لكم أن عدد السجناء موجود والموقوفين، بس هذه فرضتها تركيبة قوى الشعب بالوقت الحاضر، أنه الشعب كله بكامله مأخوذ كأسير في مواجهة الدولة، زين، وبنفس الوقت أنه القوى الفاعلة بالمجتمع كقوة سياسية تمترست ورتبت أمورها بأنه تنحسب أي خروقات وأي قواعد عفو ومشاكل ذلك على حساب الأحزاب الموجودة وليس على حساب المواطن العادي. يعني ما يجري من خروقات لا ينسب إلى المواطن العادي، وما يريد المواطن العادي من الدولة لا يستطيع تحقيقه لأنه يشار إلى حزب، وما يصدر من عفو وما شكل ذلك يستفاد من عند الأحزاب كقوة فاعلة قبل ما يستفاد من عند المواطن العادي. فإذا جينا إلى السجناء، أعداد السجناء يعني كبيرة جدا، والاستقلال واللي أشارت إلى القاعدة العامة اللي وردت في الإعلان وفي الاتفاقية وفي العهد الدولي وفي القوانين، أن المادة 14 من الإعلان من حق كل شخص لدى الفصل في تهمة جزائية موجهة إليه أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مستقلة حيادية. إذن أولا منصف، وثانيا علني، وثالثا مستقلة، ورابعا حيادية. إذا جينا إلى منصف حطيناها بالميزان، لا يتحقق الإنصاف، لا يتحقق الإنصاف والعدل، وكلكم تعرفون حضراتكم أكثر من عندي زين أنه هذه المسألة لم تحقق بها الإنصاف. العلني كثير من المحاكمات جرت بطريقة ليس علني، لعل يعني على سبيل المثال 42 واحد أعدموا بالمصطلح العام نقول بجرة قلم، 36 واحد أعدموا بنفس الطريقة أيامهم موجودة بالأوراق اللي تم الإعدام بها، ونسبوا إلى أنه هذول من سبايكر. طيب حتى لو من سبايكر، وهذا اللي أثناء كلامي قلت أنه يعني وجه إلى مجموعة كسبب حتى تبرئ الدولة نفسها عن أنه هي خرقت القانون، وإنما القتل عبء على أنه هناك فريق أو قوة معينة، سميها داعش سميها ما شئت، هي اللي ارتكبت هذا الخطأ، وأني هذا رد فعلي إلها كان بهذا الشكل. ولذلك يعني كان تصريح المفوضة لحقوق الإنسان كان تصريحها جدا صريح ومؤلم، يعني فذكرت أنه إعدام 42 واحد الأحد أغسطس 2017 داخل سجن الناصرية دفعت بممثلة المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى التصريح بانعدام الشفافية بالإجراءات القضائية المتبعة في العراق، وأيد ذلك البعثة الأوروبية ووصفت القضاء العراقي بأنه محطم بالكامل ولا يعتد بأحكامه. هذا الكلام ما صادر من عندي، هذا الكلام صادر من أهم جهتين بالعالم، اللي هي أولا أنه هذه الإعدامات مجرت طبقا لقواعد الوصول، لا يتوفر فيها الشفافية، لا يتوفر فيها قواعد أصول المحاكمات، وأنه القضاء العراقي بالكامل مسيس. طبعا
هناك ظواهر أخرى أدهى وأمر، حتى لن نأخذها يعني دليل، وإنما نتكلم بالإعدامات اللي جرت. إعدام مجموعة تم في 2014 بدون في 7/12/2014 بدون أي قواعد محاكمات. 9 عدموا يوم 7/12/2014. وإذا نرجع إلى سجل العالم العربي وأخذنا العراق، هذه يعني لأنه تم الإعداد بسرعة، يعني هذا الأسبوع خابروني تعال تفضل تكلم، فأني يعني سهلة أرجع إلى السجل وأحط مسطرة وقلم ويوم بيوم أطلع. بس هذا العدد سيكون عدد يعني مرعب، ما هو بالعدد السهل أن نتقبله، لكنه دائما موضوع الشماعة اللي نجد التبرير أمامها أنه هذول داعش وهذول ما زين. ما نستطيع أن نقول هذول المقاومة، ما تستطيع أي دولة أي حكومة وطنية ما تستطيع أن تقول هذا المقاومة، لأنه سيكون تبريرها justification مالتها مرفوض لسبب بسيط، لأنه رئيس دولة الاحتلال وقف بصريح العبارة بوش الابن، قال أنا لو بلد يحتل أول شيء أشيل البندقية وأقاوم. فإذا لا يمكن التبرير هذه الإعدامات أنه مقاومة، وأنما جرى تبريرها على أن هذول داعش تحت أي مسمى. فلما تيجي تحسب أنه كيف تم إعدامهم، كل على الفور لا توجد محكمة، أتيحت لهم فرصة الاستعانة بمحامي، أتيحت أمامهم فرصة الدفاع عن نفسهم لفترة من الزمن، حتى دفع الأمر في أنه البعض يكتبون مقالات هنا وهناك عن المساعدة القضائية، وكأنه علم جديد. يعني قبل يومين ثلاثة أحد أصدقائي في لجنة قانونية كتب موضوع ووزع علينا داخل اللجنة المساعدة القضائية. لما قلت له أخي شو تقصد بالمساعدة القضائية، قال يعني أنه من حق المتهم أن يستعين بمحامي. قلت له يا رجل هذه أليف باء القانون، أليف باء القانون يعني أنه أصلاً يعني إحنا لغاية قبل ما يصير الاحتلال المحكمة تعين محامي خصوصاً في مسائل الجزاء. لكن لاحظوا هذا ما جاء من فراغ، حتى في مسائل الدعاوى المدنية التي لا تكون دعوة جزائية، الحكم بالتعويض بدل السجن قاعدة قانونية حطوها بالعهد الدولي وموجودة بالعهد الحقوق المدنية طيب شو أنه التعويض بدل السجن؟ قال يعني ما إلا نسجن للمدعى عليه. تعرفون حضراتكم يمكن البعض إذا كانوا رجال قانون يعرفوها، البعض إذا كان مستمعين وليسوا رجال قانون ما يعرفون هذه المسألة، ما هو الفرق بين المدني والجزائي. زين المدني أنا وياك على قدم المساواة، أنا وياك مدعي ومدعى عليه، قد أنا المدعي أنت تبرز دليل آخر تقول أنه فلوس السيارة تمام 50,000 بس ما أعطيته إياه كاش، وإنما أعطيته بدلها 5 دغارات شعير في مقام 50,000. فرح يسألك القاضي يقول لك طيب أخي تفضل جاوب، فرح تصبح أنت المدعي وهو اللي كان مدعي أصبح مدعى عليه. إذن في المسألة المدنية الأشخاص على قدم المساواة. وإذا هذه بالعهد الدولي وبالإعلان هذه قاعدة موجودة بالمجموعة المدنية الفرنسية قبل 800 سنة فرنسا قالت في مجموعتها المدنية القديمة أنه إحنا بالمسائل المدنية إذا أخذنا المدعى عليه اللي مطلوب مدين ب50,000 وقفنا سجننا، منين راح يجيب 50,000؟ فلذلك لا يجوز التوقيف والسجن في المسائل المدنية، وإنما
يعني يروحون إلى طرق أخرى لأنه ما لها علاقة بالحرية. الحرية الله سبحانه وتعالى كرم إنسانه بأنه جعله حر ويعيش سعيد على قدم المساواة مع الآخرين. فإحنا نجي الآن بالمسائل الجزائية، بالمسائل الجزائية على طول توقيف مشاكل وسجن. طيب لو جينا للتوقيف، هل قواعد القانون تسمح للقاضي أن يوقف المتهم يعني المدة اللي يريدها؟ المدة اللي يريدها؟ الجواب لا يجوز، لأنه هذه حياة. إذا ظهر أنه حضرتك أخطأت كيف تقوم؟ يعني أنا أتذكر من المسائل الجوهرية في الجنائي في القانون الأمريكي، أتذكر قضية مشهورة لما سأل القاضي للمتهم قال له أنت قتلته لأنه هو اقتحم بيتك؟ قال له إيه. قال له إيش كان لابس؟ قال له كان لابس ثوب مربعات كاروت. قال له طيب في قضية مشهورة في مجاز القضاء كله يعرفوها يدرسونها وإحنا طلاب. قال له طيب كانت الدنيا ساعة كم؟ قال له كانت بحدود المغرب. قال له حل الظلام لو ما حل الظلام؟ قال له يعني لسه تظلم. قال له طيب الكاروهات المربعات كانت بيج وأخضر ولا أسود وأبيض؟ قال له ها؟ قال المتهم بريء. الشك يفسر لمصلحة المتهم، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته. لماذا؟ لأنه هاي حياة ما أستطيع أرجع لك إياها. بعد مرور فترة أطلعني كقاضي أخطأت بهذه المسألة، شو أقول لك؟ أقول لك أعتذر، بكلمة أعتذر، بعد أن وقفتك 3 سنين 4 سنين 5 سنين. ولعل من المفارقات المبكية المضحكة المؤلمة أنه أنا الدكتور رحيم بنناقش قانون العفو، قانون العفو، وإذا نشوف أنه فإذا اتضح أنه المتهم بريء بريء يطلق سراحة بعد 6 أشهر، يطلق سراحة بعد 6 أشهر. طيب ما أنت قلت بريء، زي قلت بريء، إذا اتضح أنه المتهم بريء طب شو مخلي لي بعد 6 أشهر يعني كمالة على ال يعني. فإذا يعني احنا نقول غير شكل انه قواعد القانون طبقها. هذا موقوف اصول المحاكمات الجزائيه تقول لك 15 يوم ماكسيمم. قاضي اولا قاضي تحقيق، وقاضي التحقيق هو يوقفه، وما يجوز التمديد الا للمره واحده، والتمديد بسبب، وبعد ان يخلص السبب خلاص. اما موقوف، موقوف شو يعني؟ يعني ما عندنا احنا بالعالم كله الان في مدارس العقوبه انه العقوبه تمتد. عندنا العقوبه لها هدف معين الا وهو الاصلاح، الاصلاح حتى ينخرط هذا العضو بالمجتمع. اضافه الى ذلك وفاه عدد منهم في التوقيف، وفاه عدد من عندهم في التوقيف، وهناك احصائيات تشير انه ناس كثيره عدد السجناء تخطى 42 ألف سجين، منهم 9000 سجين بتهمة الإرهاب. طبعا مثل ما عرضت لكم يا قبل شوية، مواطن عادي ما أستطيع أدافع عن نفسي كحكومة أقول أنه هذا مواطن، لكن لما يكون عندي سبب العالمي يبرره أقول أن هذول داعش والإرهاب دولي. فإذا الإرهاب، وقد أيد المركز الدولي لدراسات السجون الأرقام، واحتل العراق المرتبة 6 في هذا الجانب. طيب يعني عندنا المعدومين، ذكرت لكم أكو 42 عدموا في مسألة ستاك سبايكر، 24 في جلسة واحدة تم الاعتماد فيها
على أفلام قررت المحكمة إعدامهم ليس بجلسة علنية بها محاكمة وبها، وإنما دليل إثبات كان صور، وهذه تعرفون لما تكون أفلام ما تكون موثقة وما تكون سليمة 100%. وموجودين في معتقل شرف ومعتقل عدالة 2، وتقرير إخباري بإعدامهم، ووضحت منظمة العفو الدولية أنه القضاء العراقي لا يتوفر فيه لا النزاهة ولا الشفافية ولا الاستقلال ولا الحيادية. وهذا الكلام يعني مع الأسف الشديد يؤلمني جدا أنه يجري في بلدنا. أنا ما أعرف، في يوم من الأيام شفت هذه الصورة، شفت هذه الصورة وقررت أن أحطها في محفظتي. كل ما أفتح المحفظة أريد أطلع فلوس أو أريد أطلع هويتي أو أشوف صورة أهلي أشوف هذه الصورة. هل هذا الموقف، هل هذا الموقف فيه مراعاة لإنسانية الإنسان؟ أصلاً حتى الجريدة حطيتها مرة ثانية بغلاف نايلون حتى لا تتهرى، ورجعت حطيتها بمحفظتي حتى أشوفها. أنه عامل سجين هذا ما له علاقة لا بسبايكر ولا بهذا، هذا بأول سنتين من الاحتلال. أن أخليك توطي بهذا الشكل واضح، واضح إخواني، واضح هذا الشكل واضح. وأن أحط رجل على رجل أنا سجانك بهذا الشكل ولازم كلبي. أما الصور الأخرى اللي نشرتها الصحف الدولية زين، يعني كانت يندى لها ضمير الإنسانية. شكرا. شكرا مرة أخرى للدكتور سلمان ناصري على هذه على هذا الإيضاح وهذه المشاعر الصادقة. حقيقة الأمر وكل هذا ما خلص إليه الدكتور سليمان ناصري، لماذا، السؤال الكبير، لماذا يعيش العراق والعراقيون هذه الظروف؟ السبب لأنه الجهة المعتدية، الجهة العدائية، الجهة التي تمثل الطرف الآخر هي الولايات المتحدة الأمريكية. ننقل الحديث الآن إلى الأستاذ عبد الكريم الشريدة، فليتفضل. أنا إن شاء الله لن أطيل لأنه الأخ الدكتور يعني وفى وكفى، ولكن يا أخوان في سؤال كبير بدنا نسأله حقيقة. هل العالم معني بقضايا حقوق الإنسان أم أنه أصبحت مجرد برستيج أو نوع من الهيمنة؟ أنا بعتقد بأنه العالم حتى يتدخل بالذات الولايات المتحدة والأمريكية وغيرها بشؤون الداخلية يتغنوا بحقوق الإنسان، رغم أنه من أكثر الناس اضطهاد لحقوق الإنسان. وفي عالمنا العربي حقوق الإنسان يتغنى بها القيادات والزعماء، وبتشوفهم بتصوروا مع الأولاد لما بروحوا الدنيا حتى يظهروا إنسانيتهم ويظهروها، ولكن بالمحصلة الكل يضحك علينا نحن الإنسان. ما عدنا حتى نقدر نتحدث في قضايانا الوطنية والقومية أو ننتقد. العالم العربي لا يريد الإصلاح ولا يهتم. في الحرب العالمية الثانية، وبجوز بعرف أستاذنا الدكتور، كانت الحرب قائمة وكان تشرشل يسأل مساعدينه كيف وضع القضاء، بيقولوا له الحرب قائمة والصواريخ وانت تسأل عن القضاء؟ قال إذا بقي القضاء بخير سيبقى الوطن بخير. أوطاننا ليس بخير لأنه قضاءنا ليس بخير، لذلك نريد قضاء عادل، قضاء ينصف الجميع، يحقق العدالة، وهذا مفقود. يا أخوان ما يهمني أنا زي ما تفضل الدكتور أنه كثير في من الاتفاقيات سواء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أو العهدين أو غيرها من الاتفاقيات أو حتى الميثاق العربي لحقوق الإنسان اللي جاء وتحدث عن كل هذه القضايا، يهمني ماذا يطبق وهل هنالك جدية في التطبيق لتحقيق العدالة. احنا نعتقد بأن واقع القضاء من عام 2003 اننا نتحدث لغاية هذه اللحظة كان بالعراق يعني صعب جدا، وكان يفتقد كل من مقومات العادلة للمحاكمة العادلة.
سواء من حيث توكيل المحامي، سواء من حيث أدوار المحاكمة، دور مرحلة النيابة، دور مرحلة الدفاع. أنا سأتحدث عن بعض مشاهدات إلي شخصية، التقيت مع بعض سجناء كانوا سواء بغوانتنامو أو بغيره، أو بسجن بوكا أو بسجن سوسة أو بسجن الرصافية، أو ممن اعتقلوا بوزارة الداخلية سواء بالطابق الرابع أو بالخامس اللي كان يدار من بعض الجهات اللي ما يعني حسب ما ذكر دكتورنا الفاضل لا داعي لذكر. لم نلحظ رغم كل النداءات اللي كانت تتحدث والنداء يعني سواء المنظمات الدولية أو المنظمات المحلية لتحقيق المحاكمات العادلة بأنه كان هنالك أي استجابة. يا أخوان كان يمر عنا في بعض القضايا 48 ساعة، كان الحكم يمر ما بين مرحلة البداية والاستئناف والتمييز ويصدر القرار. هذا حصل في العراق. عندنا بعض الأشخاص كان أشخاص يتم مع نفرض معتقلين بال2006 كانوا داخل السجون وقضوا 2007 داخل السجن، يجيبوهم على المحاكم بأنه خططوا لأعمال إرهابية بال2007 ويحاكموا على أنهم خططوا لأعمال إرهابية وانتمائهم لجماعات إرهابية وهم أصلا معتقلين داخل السجون بالعراق. فبالتالي أي محاكمة عادلة؟ الأصل دائما بأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، والأصل أن يكون التوقيف استثنائي، ولكن كان دائما أي شخص يتم اعتقاله هو مدان، وكان سمة التوقيف هي الغالبة بالفترة الماضية في العراق. وفي نقطة لم يتحدث فيها الأستاذنا الدكتور العزيز واللي أنا أتحدى ما حد راح يقدر يحط فيها أرقام، واللي شهدها العراق خلال الفترة الماضية اللي حالات الاختفاء القسري من الأشخاص اللي تمت تصفيتهم وقتلهم ورميهم برصاص، أو حتى بعضهم دفنهم أحياء بدون ما يعرفوا لغاية هذا اليوم وين صفوا وين مكان وجودهم، وهاي من أخطر الأمور اللي فيها اعتداء على حقوق الناس حياتهم. بجوز من أكثر السجون اللي كان فيها تعذيب غير غوانتنامو سجن سوسة وسجن أبو غريب وسجن سوسة وسجن بوكا وفي سجن الرصافية أو النصر. نعم يا أخوان بدي أروي لكم بعض طرق التعذيب اللي كانت تتم سواء في جنوة غوانتنامو ضد مواطنين كانوا يخدروهم ويطلعوهم بطيران ولفوهم، ويعني مسلسلات إشي خطير جدا حتى يوصلوهم لسجن غوانتنامو. كان من ضمن طرق الضرب والتعذيب والإهانة وعدم احترام آدمية الإنسان الشبح، الضرب بالصواعق الكهربائية، إجبار النزلاء على ممارسة اللواط في بعضهم، ربط بعض السجين من بشره وخلي شخص آخر يشد البشر، الوضع بثلاجات بدرجة برودة عالية ثم نقلهم للحم بالخارج، تقليع الأظافر. برضو أحيان كانوا يجيبوا بعض الأهالي في بعض المعتقلين ويعتقلوا الأهالي لإجبار على اعترافات أو إلى آخره. وهناك العديد العديد من طرق التعذيب الوحشية اللي كانت تمارس في على السجناء بالعراق. ولكن زي ما حكيت لكم أنا ما بدي أطيل الحديث، هو عن القضاء. لم نلحظ خلال الفترة اللي خضنا فيها مشاهدات من بعض المعتقلين بمجملها بأنه كان في عدالة في الأحكام،
وما كانت تمر بكل أدوار المحاكمة، وكانت عبارة عن قرارات جاهزة، ودفع ثمنها الكثير الكثير سواء من أبناء العراق أو حتى من بعض الأخوان العرب اللي كانوا موجودين. وكثير منهم يعني أنا مثلا بدي أعطيك طالب كان مبعوث من عنا من الأردن اسمه علاء عبد الرؤوف، طالب طالع على حساب التعليم العالي، تم اعتقاله وتم تعذيبه بشكل وحشي جدا، وبالآن نقلوه على آخر فترة بعد أعتقد بال 2012 أو 2000 نقلوه على أحد السجون وبعدها اختفى. وكثير مثله من الطلاب اللي كانوا يدرسوا سواء من الأردن أو غيره كانوا يعطوا اتهامات حتى يعطوا شرعية. لذلك احنا نعتقد بأنه القضاء بالعراق لغاية هذه اللحظة غير جاد بالتطبيق حسب المواثيق والأعراف الدولية اللي بمعظمها شددت على ضرورة استقلال القضاء. وسبب هذا الأساسي إنه ما زالت هيمنة السلطة التنفيذية على القضاء، الأمر اللي صعب أن نتخلص منه إلا بأنه تكون في إرادة جادة من قبل السلطة الحاكمة بعدم التدخل بشؤون القضاء وإعطاء القضاء استقلالية تامة. وهذا الأمر وأنتوا أدرى مني بالشأن العراقي بأنه لن يتحقق في المنظور القريب ولا بالسابق نتيجة لتركيبات مختلفة داخل المكون العراقي، فبالتالي أصبح الآن القضاء يجير لخدمة فئات أو طبقات معينة على حساب أخرى، مما يؤدي إلى غياب العدالة وغياب الأمن والاستقرار وغياب أن تصل بالناس إلى الأمن والسلم الاجتماعي، لأنه القضاء والقوانين تأتي لتلبي حاجات المجتمع بتحقيق أمنه واستقراره. فإذا غاب القانون غاب الأمن والاستقرار، لأنه بتغيب حتى العقوبة وبغيب الردع وبغيب العدالة، ولما تشعر بالظلم لابد أنه يكون إلى نتائج أخرى سلبية. هل نعطي السجين أو المتهم حقه بالدفاع عن نفسه؟ هل يتم الأخذ بكافة أدوار المحاكمة إذا صار جديد في العراق؟ ممكن، ولكن زي ما قلت لكم قبل شوي وأنا أقسم عليها بأنه قضايا ضخمة كانت تمر كلياتها ب 48 ساعة بكافة مراحلها بداية واستئناف وتمييز. لذلك لابد من أنه يكون الإرادة جادة من الدولة نفسها حتى أني أضمن استقلال للقضاء. كثير من القضاء ما كانوا يقدروا يسيروا بقضاياهم نتيجة الانفلات ونتيجة التهديد ونتيجة للتهديد بالخطف ونتيجة للتهديد بالقتل. واللي أخطر من كل ذلك بأنه تدخل السلطة التنفيذية، بأنه كان بعض القضاء اللي يكون عنده جدية في تطبيق القانون وإله ضمير وناوي يطبق يتم إقصاؤه أو إبعاده. وهذا من أخطر الأمور اللي مورست داخل العراق بالفترة السابقة، بأنه يعني تم إقصاء وإبعاد عدد كبير من الخبرات القضائية والناس القضائيين والقضاء اللي مؤهلين وقادرين على تطبيق القانون وتحقيق العدالة في المحاكمة. الكل يتحدث عن المحاكمة العادلة، وإحنا كلياتنا بدنا محاكمة عادلة، ولكن من يطبق؟ الميثاق العربي لحقوق الإنسان بنص على حق الإنسان بالتعويض، هذول متضررين، هل يتلقوا الحق في التعويض؟ طيب إذا كان قضاء وحقيقة قضاء ومعني بتحقيق العدالة، وين أنت من عملية تعويض هؤلاء؟ وين أنت من تطبيق القانون ابتداء؟ لأنه زي ما حكى الدكتور بنحكي دائما بأن الأصل الاستثناء التوقيف، والأصل
اللي حثت عليه كل المواثيق والقوانين والدساتير والإعلان العالمي، الأصل في الإنسان البراءة وليس الإدانة. فبالتالي أنت لما كنت توقف بعض أشخاص يا أخوان، كان عند في العراق بفترة من الفترات طول مدة التوقيف، كان التوقيف يصل مرات لبعض الحالات 5 و6 سنوات و7 سنوات دون أن يرسل إلى القضاء، وهذا كان من أمر خطير جدا إنك تبقي حاط شخص عندك ل5-6 سنوات الجرم تبعه ما يعرفه، شو التهمة اللي إله مسندة، يعني حق أي إنسان بيروح على المحكمة أو يتم توقيفه إنه يعرف شو تهمته. طب أنا بروح قاعد وبرجع على المحكمة مش عارف، أو موقوف مش عارف شو التهمة اللي مسندة إلي. فالعدل مطلوب، وغياب العدل ينشأ عنه الفوضى والظلم وتسود شريعة الغاب كما سادت بفترة من الفترات. لذلك لا يمكن أن تتحقق العدالة وأن تأتي دولة غاصبة وتحقق عدالة للشعب. وواهم من يعتقد بأن الأمريكان هم في يوم من الأيام معنيين بالأمن والاستقرار وتحقيق العدالة في العالم العربي. وزي ما تفضل الدكتور، يعني أمريكا في كثير من الاتفاقيات والعهود المنظمة لحقوق الإنسان لم توقع عليها. وألف شكر لكم ويعطيكم العافية. شكرا للأستاذ عبد الكريم الشريدة على هذا الإيجاز. حقيقة تحدث على أن العراق ليس بخير، لأن القضاء فيه ليس بخير، وكل الإجراءات القضائية الجارية في العراق اليوم معيبة ومنقوصة، وبالتالي تفتقد إلى العدالة. وهنالك طبعا يعني تسريع في عمليات تنفيذ الإجراءات المطلوبة من قبل السلطة التنفيذية من خلال الحكم والاستئناف والتمييز، وضرب على ذلك مثالا أن هذه كلها قد تجري أو جرت في بعض الحالات خلال 48 ساعة فقط. وإضافة إلى سهولة كيل الاتهامات والتوقيف دون أدلة، ناهيك عن حالات الاختفاء القسري وأعدادها التي لا تزال مجهولة، والسبب بذلك طبعا نفس السبب الذي خلص إليه الدكتور الناصري، أن الجهة العدائية هي الولايات المتحدة الأمريكية، فهنالك تعتيم، هنالك تضليل، هنالك محاولة لضبابية في الصورة بشكل ملحوظ. وكذلك على شهاداته يقول: لم ألحظ عدالة بالأحكام، كأنما هي قرارات جاهزة يتم يعني إطلاقها خلال محاكم عدت سلفا، وأساليب تعذيب أقل ما توصف أنها أساليب سادية، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون أساليب مهنية. وكذلك طبعا عزز ما ذهب إليه الأستاذ الناصري الدكتور الناصري بأن القضاء يفتقد لتطبيق قواعد القانون الدولي، وغياب العدالة يعني غياب الأمن والاستقرار، وبالتالي نسف مقتضيات السلم المجتمعي. وهنالك طبعا ظاهرة هو رصدها الدكتور الأستاذ عبد الكريم، وهي إقصاء القضاة المهنيين والخبرات القضائية المؤهلة. وطبعا بنفس الوقت تساءل عن الذين يطلق سراحهم بدون تهم وبدون أدلة وقضوا في السجن سنوات، تساءل عن مبدأ التعويض المعطل في العراق. كذلك تكلم عن تأثر الأوضاع داخل العراق بما فرضه الاحتلال من وسائل تعذيب لا يمكن وصفها، لا يمكن وصفها. وكذلك خلص إلى نتيجة مهمة جدا، وهي أن الدولة الغاصبة لا يمكن أن تقدم العدالة في الدولة الضحية. نشكر مرة ثانية الضيوف على ما قدموا حقيقة، ونفتح باب المداخلات إذا تفضل. الدكتور الناصري قال بأن 8 دول لم توقع على
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. في تقديري ليس العبرة بتوقيع الاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان أو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فإن العراق على سبيل المثال وسوريا كانتا من السباقين لتوقيع الاتفاقية أو الإعلان العالمي، وكذلك المبادرة الفورية لكل الإعلانات والاتفاقيات الدولية لمثل هذه الاتفاقيات. واقع ذكر دكتور الناصري مرتين أنه الإدارة الأمريكية قسمت المجتمع العراقي لكذا وكذا وسمت، ومن بين ذلك ذكر المقاومة. يعني أخشى أن يفهم أنه أمريكا سمت المقاومة مقاومة، أنا أقول أخشى أن يفهم، ولكن التأكيد حقيقة أنه المقاومة ظهرت بإرادتها مستقلة، وأكثر جهة يعني ألحقت أذى وخسائر بأميركا وبمشروعها ليس في العراق، هي المقاومة في العراق. فهذا التوضيح. الأمر الآخر، لم يذكر بما فيه الكفاية عن مرحلة الاحتلال والاعتقالات والتعذيب التي مورست في العراق. وفي الواقع الأميركان استقروا ب 505 قواعد ومعسكرات ومراكز احتجاز وقواعد كبرى، وفي كل موقع من هذه المواقع كان هناك سجون فيها كل أدوات التعذيب. منذ عام 2009 أو آخر 2009 بدأت تسلم هذه المراكز للسلطات العراقية، ونهاية 2011 تسلمت السلطات العراقية كل هذه المراكز واستمرت تمارس فيها مختلف أنواع التعذيب. الذين اعتقلوا في زمن الاحتلال في معسكراتهم مئات الآلاف، جميعهم تعرضوا إلى التعذيب. ذكر الدكتور الناصري أرقام باعتباره باحث طبعا مستقات من المصادر الحكومية عن أعداد المعتقلين، وأعتقد ذكر 41,000. المناهضين للاحتلال والعملية السياسية كان لديهم رصد ومتابعة لموضوع الاعتقالات. حتى نهاية 2013 كان عدد المعتقلين بشكل دائم لا يقل عن 3/4 مليون معتقل. جميع هؤلاء تعرضوا للتعذيب وأيضا للابتزاز وغير ذلك. أريد أن أذكر طالما الحديث عن القضاء العراقي قصص من الواقع التي حصلت. فكان كثير من المعتقلين يأتي إلى القاضي ويقول له هذا ليس اسمي، يعني هو المعتقل المطلوب، يطلب من الضابط يقول له هيئ له أوراق باسمه، ويأخذ التعذيب والتحقيق الكثير وياه. قصص هناك مجاميع اعترفت على حادث معين جريمة، وهؤلاء يحكمون بالإعدام. جهاز أمني آخر مثل استخبارات اعترفوا عندهم، مكافحة الإرهاب أيضا جاءوا بمجموعة اعترفت على نفس الحادث ويحكمون بالإعدام، وعلى الأغلب يكون المنفذ غير موجود طبعا تحت التعذيب. هذه بعض صور عن القضاء. شكرا جزيلا. هناك حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بما معناه القضاة ثلاث، قاضيان في النار وقاضي في الجنة. أريد أن أتساءل كم ينطبق هذا على القضاء في العراق إذا أجزنا لغة واصطلاحا أن هناك قضاء. أنا أرى أن في العراق لا يوجد قضاء، لأنه كلمة القضاء بالمعنى اللغوي والمعنى الشرعي غير موجودة على الإطلاق لانعدامها بالكلية، كما أشارت أشار المحاضران على هذا وأكدوا على هذا أن انعدام أو تحطيم القضاء إذا لا يوجد قضاء. القضية الأخرى هي قضية تحويل المواطن إلى مجرم. أصبح المواطن العراقي مجرم، يسهل اعتقاله ويسهل رميه في السجون لفترة طويلة. أنا أريد أن أشيركم إلى حالة أنه قبل الوصول إلى المحاكمة ماذا يجري في مراكز الاعتقال في العراق من قتل للمتهمين. وأنا لدي قريب جدا من الدرجة الأولى اعتقل في تشابه أسماء طبعا زورا بعد ما اختطف قبلها بشهرين، وقتل في نفس اليوم، وبعد سنة اتضح أنه مدفون مجهول الهوية في أحد المراكز
التطور الديمقراطي في العراق، وهي المدافن أو المقابر الجماعية في النجف وكربلاء لمثل هؤلاء الناس. أحب أشير الانتباه للرقم اللي عندي من الموقع العربي الجديد اللي وضع حول المعتقلين في العراق، اللي هو 271 ألف بعد بعثة تقصي حقائق. أيضا أحب أثير الانتباه إلى وجود السجون السرية، يعني كان هناك أكثر من 5 سجون سرية للمالكي ترتبط مباشرة به خارج القانون وخارج القضاء وخارج الدولة. حتى أيضا هناك سجون سرية للميليشيات، يتم اعتقال الأشخاص بصورة اعتباطية على الهوية على المنطقة إلى آخره. وهناك تقارير صدرت في الصحافة الأوروبية تشير إلى عمليات تعذيب وإعدام وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ولكل القيم الأخلاقية. أحب أشير أيضا إلى ظاهرة جدا خطيرة، واحدة من نماذجها النائبة فيان دخيل عندما أشارت بعد انتهاء العمليات العسكرية في الموصل أن كل شعب الموصل أو كل أهل الموصل هم دواعش. أعطي أيضا هناك نسمع مثلا تعميم، يعني وكأنما كل أهل المنطقة الغربية هم حواضن للدواعش، وهذا شيء غير معقول. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا للدكتور سلمان وشكرا للأخ عبد الكريم على هذه الفرشة القانونية العملية. حتى نصل إلى حكم سليم يعبر عن قوة الحقيقة، نحتاج إلى قانون عادل، ونحتاج إلى قاضي كفء ونزيه مؤهل لكي يجلس على منصة القضاء. أقول نحتاج إلى قانون عادل يعطي كل ذي حق حقه، قانون عادل يرفع الظلم، قانون عادل يسوي في المعاملة. نحن لدينا قوانين مرت هكذا كأي قانون رسمي شكلي نطلق عليه إحنا، شرعي سمي ما تشاء أنت، لكنه ليس عادلا. قانون جاء مشروعا من السلطة التنفيذية، نوقش في مجلس النواب، في أي مجلس نواب بقراءة أولى قراءة ثانية، يصدر في الجريدة الرسمية، يصبح نافذا وبالتالي يسري، لكنه ليس عادلا في هذه الحالة. ولدينا قضاء أو قضاة ليسوا مؤهلين، يعني القاضي حتى يكون كفء ومؤهل حتى يصل إلى, إلى, إلى قضاء عادل نحتاج إلى تأهيل، وهذا التأهيل غير موجود مع كل الأسف. أي أنه مر بمعهد القضاء ثم تدرج في سلك القضاء من ابتدائي إلى استئناف حتى يصل إلى محكمة النقض أو محكمة التمييز. نحن بعد الاحتلال صار عندنا سمة جديدة في هذه الحالة، كثير من القضاة المؤهلين ذوي الكفاءة أحيلوا على التقاعد مبكرا أو سافروا خارج العراق، وخلينا مكانهم ناس إما محامين، وعطينا القانون عندك 10 سنوات بالمحاماة تعال تصير قاضي، وقاضي مرات درجة عالية وليس درجة ابتدائية فيها، أو مستشار قانوني موجود في دائرة من دوائر الدولة وجبناه وأهلناه في هذه الحالة. نحتاج إلى نقطة مهمة جدا، يعني مع الأسف وأنا عندي إحصائية من مجلس القضاء، المخبر السري مجلس القضاء الأعلى يقول إحنا 480 من المخبرين السريين ثبت كذب هؤلاء. كم من التهم ألصقت بناس أبرياء نتيجة هذا الإخبار السري من 480 اللي هم ثبت كذبهم، اللي ما ثبت كذبهم الكثير في هذه الحالة. يعني في قول المأثور دائما، في أي مجتمع هناك قوتان، قوة القانون وقوة السلاح. فإذا لم يكن للقانون قضاة أهل لكي يطبقوه كما يجب ستسود قوة السلاح، وعند ذلك تكون الفوضى، ولا يأمن الإنسان على نفسه لا ليلا ولا نهارا. شكرا لكم. طبعا ما تم عرضه خلال هذه الندوة هو حقيقة غيظ من فيض مما هو عليه الواقع في العراق، وهو الذي يستدعي حقيقة يعني حقيقة واقعة لا تخفى على أحد ولا ينكرها اثنان، وهي أن المحاكمات في العراق ليست عادلة، محاكمات تجري وفق
لا قاعدة ولا قانون يضبطها، ومخلة جدا ومعيبة على أقل تقدير، وبالنتيجة هذا هو الواقع مع الأسف الشديد اليوم في العراق. وفي نهاية هذه الندوة نشكر حسن الاستماع والوقت الذي يعني أطلنا فيه عليكم، احنا نعتذر طبعا. والشكر موصول للأستاذ دكتور سليمان الناصري والأخ عبد الكريم الشريدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.